ثلاث أعوام من التسريبات المتناقضة لجس نبض العرب، صفقة القرن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. معاكم إسلام في فيديو جديد من قناة مصر ميديا IED. من كرمكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم جدا. يلا نبدأ في الفيديو على طول. تستمر وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية في نشر برود مختلفة لما تسميه بصفقة القرن، الخطة التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب لحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل. تتردد وتتسرب بنود صفقة القرن منذ عام 2016 بأشكال مختلفة، فهناك من يقول أن الصفقة لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية، وتارة تقول أن الصفقة تسمح، وهناك من يقول أن مصر ستعطي للفلسطينيين أراضي في سيناء. على مدار الثلاث سنوات أصبح العالم العربي في حيرة من هذه الصفقة التي لم يعلن عنها رسميا حتى الآن، ولكن البنود والنسخ المتعددة لشروط الصفقة تجعل الرفض يأتي قبل إعلانها رسميا. بدأ الحديث عن صفقة القرن في عام 2017 بعد قدوم الرئيس الأمريكي ترامب بعدة أشهر وتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة. وقالت الصحف الأمريكية أن إدارة ترامب لديها خطة يوشع بن أريح التي وضعها عام 2003 بتمديد حدود غزة حتى العريش، ومشروع غيورا إيلاند 2004 الذي دعا مصر للتنازل عن 600 كيلومتر من سيناء لصالح التوطين مقابل حصولها على 200 كيلومتر من صحراء النقب ومزايا اقتصادية. من جانبه نفت مصر أي مقترحات توطين وإعطاء أراضي، كما أنها لا تعترف بمصطلح صفقة القرن. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هذا المصطلح خلقه الإعلام، ويترقب العالم منذ سبتمبر 2017 إفصاح الرئيس الأمريكي عن صفقة القرن، ولكن يستمر نشر وتسريب بنود ليست واقعية ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع بسبب موقف السلطة الفلسطينية والدول العربية الرافض للصفقة. تفاجأ العالم العربي في 7 مايو الماضي ببنود مسربة أشبه بالحقيقية لما سيحدث في صفقة القرن، وكانت هذه البنود تحتوي على أكثر التفاصيل من البنود المسربة سابقا، واعتبرها العديد بداية الإعلان الفعلي للصفقة، خاصة وأنها بعد الانتخابات الرئاسية في إسرائيل. حجم الأراضي وثمنها يكون متفقا عليه بين الأطراف بواسطة الدول المؤيدة، ويأتي تعريف الدول المؤيدة لاحقا، ويشق الطريق الدول التي وافقت أن تساعد في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط. ولهذه الغاية يتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة، ثمن ضم المستوطنات لإسرائيل وبينها المستوطنات المعزولة تتكفل بها إسرائيل. يمنع على فلسطين الجديدة أن يكون لها جيش، والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة. سيتم توقيع اتفاق بين إسرائيل وفلسطين الجديدة على أن تتولى إسرائيل الدفاع عن فلسطين الجديدة من أي عدوان خارجي، بشرط أن تدفع فلسطين الجديدة لإسرائيل ثمن دفاع هذه الحماية، ويتم التفاوض بين إسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الإسرائيلي ثمنا للحماية. الإعلان الرسمي عن صفقة القرن. رغم التسريبات التي تحدثنا عنها سابقا، إلا أن تفاصيل صفقة القرن حتى الآن غير معلنة رسميا، وبالرغم من ذلك فهناك تقارير صحفية تتناقض في هذه التسريبات والمعلومات، كما ظهرت العديد من النسخ المسربة لهذه الصفقة. المصدر RT. جينا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون الخبر عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.